ملاحظ انه في كثير صار تاثيرات غربيه عم تاثر على مجتمعنا والحياه اللي احنا عايشين فيها، تاثيرات سلبيه واحنا مو عم نحاول نحط حد لهدول التاثيرات. مضبوط، هذا موضوع مهم كثير وصار وقتنا نحكي فيه. بنحكي اول شيء عن تاثير الغرب على تفكير الشباب العربي وعلى طريقه سلوكياتهم. كيف بدي احكي شغله، بس انت حكيتي اول شيء انه تاثيرات سلبيه، بس بالمقابل في تاثيرات ايجابيه ثانيه. يعني بنشوف تاثيرات سلبيه زي الشباب بطل يهتم للدين، بطل يهتم لشيء، لعلاقه الشاب مع اسرته مع اهله، بس بالمقابل في تاثيرات ايجابيه. يعني ملاحظ تكنولوجيا، الطب، كل شيء عم بيجينا من برا وعم نستفيد منه بشكل ايجابي، فينا بمجتمعنا بالمقابل بتطور. طيب خلينا احنا نحكي شوي عن السلبيات وشوي عن الايجابيات ونعطي كل طرف حقه. مين حابب يحكي؟ اول شيء نبلش بالسلبيات، دائما نبلش بالسلبيات احسن. بدي احكي السلبيات انه الشباب هلا صاروا يعني اللي ما عم يعني علاقتهم مع اسرتهم مع اهلهم ما عم تكون علاقه مضبوطه، ويعني كعلاقه اسريه صار في عندنا تفكك اسري. بس انت عم تحكي تفكك اسري، بالنسبه للغرب احنا تماسك الاسري كثير كثير احسن. انا بناتش انه عن كيف انه برا بالغرب لما بيصير الولد مثلا عمره 16 18 بينفصل بيروح بيعيش لحاله بيت، بيعتمد هذا الشيء بتفكيرهم اعتماد على النفس. ياخذوها عنا انه لا مش اعتماد على النفس، انا بس بدي اطلع انفصل عن اهلي، انه خلص انا الي حياتي لحالي وكل هدول الاشياء. كل شيء بسويه، بس لما تيجي للدعم المادي والمصاري برجع لاهله دائما على اساس انه عائل عليهم. واحنا صعب برضه الاهل شغلات بيعملوها، ويمكن يعني